Oh,
مأساة حياة في القلوب عشت حيا في القلوب عشت حيا أنت ذللت الممات أنت ذللت الممات لا لن تستطيعوا عن تحقيق العدالة من خارب أبي الحكومة وقد أتوا ما سبب مالان لي وأهلي من أذى قد يكون أبوك أثر عليكم بشكل أو بآخر أو كان مقتله أدى إلى عقد ضد الحكومة الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا الفعل فكيف إلا ما فعلوها Ha 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 ha!
أنا أبوكتك يا أختي. يا ولد. أبي. كيك يا ولدي. نعم الله. إنك لك في ذلك. استغفر الله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولئك من قتلوه ظلما. إنما قتلوا أنفسهم. ولا سوف يموتون ويفنون. أبوك شهيد. يعيش خالدا. اسمعني يا أبي. أبي. لا وظلموني وقتلوني وافتروا عليك كذبا وأرادوا من عصيانك وأرادوا من الذل. والله لن نركع ولن نخضع. إننا نبكي الشهيد لتمتزج دموعنا بدمه ونسقي بهما شجرة الكبرياء. ما هي شجرة الكبرياء؟ هي شجرة كبيرة تعطي ثمارا من الحرية. وهل لنا حق بتلك الثمار؟ أجل، فنحن أول من يقتطف هذه الثمار وأكثر من يستلذ بطعمها، فنحن ذوي الشهداء وحسبنا ذلك فخرا. إذا سيبلغ جدي بتلك البشارة. ألا مهلك يا ولدي، فلا طاقة لي باللحاق بك بتلك العجالة. ولكنك قوي يا عمي. آه يا ولدي. لقد أنهك لشعري في سنادين الفضاء، وأكثر ما أنهكني مشاهدة دموع والدتي على مقلتيها، ولا أملك حتى التبرك بمسح تلك الدموع. وذلك ما زادك فخرا وعزا. لماذا تتركه يا عمي؟ لقد حاولوا الانتقام من ابيك الشهيد. واستطاعوا ذلك؟ كلا، بل خسئوا وخابوا وازدادوا ذلا وهوانا وازددنا عزا وشرفا. جئتك
جيتك يا ابويا جيتك يا ابويا ارد حاجيك جيتك ابويا يا 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 ابويا جيتك يا ابويا ارد حاجيك شو مالك بويا شو مالك قبر يا بويا يا بويا شو مالك قبر يا بويا ينزار شو مالك يا ابويا شو مالك قبر يا ابويا ينزار ابتش الصخر لو التنادي اذكر فرحتي وليدي اذكر فرحتي يوم صرت بالدار بويا بالدار بالدمار انشد هالمشانق هم إلها ذكر بيك وشم حبل المرجحة بيم ريحتك تذكار يا دفان اللملميت عظام ابن بعلالي يا دفان اللملميت عظام ابني بعلاليك عمت عيني بويا يا بويا عمت عيني على المدلل صار طشار اعذرني يا شفل ابو ورد حاجي اعذرني يا شفل ابو ورد حاجي شلون دفنيت ابني احكي لي الصار شلون دفنيت ابني احكي لي الصار نشدت الحظ همر بيه طاريك عيني شت الحاض همر بيه طاريك شو مالك قبور يا ابويا ينزار
الذي دعاك لتحضر تشييع ولدي الشهيد؟ ليس الحضور بدعوة، بل على جميع من يعرفكم إيصال جنازتي إلى القبر. لا، بل سنزف ولدي إلى قصر اختاره هو بنفسه. على كل حال أنا جاركم، عرفكم حق المعرفة. وأين كانت جورتك؟ دعوة ولدي الشهيد لم تقف متفرجا فحسب، بل اصطففت مع الظالمين. دعوة فأنت بعثي ساهمت بالتبليغ عن ولدي. أنا مجبر، أنا مجبر للانتماء إلى حزب البعث. لست بمجبر، اضطردت للانتماء ليكسب عيشي. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكني لم أرتكب جريمة، لم أرتكب جريمة، ولم أقتل ولدك بيدي. ألا قبلك أحدهم؟ إنه لم يضرب بسيف ولم يطعن برمح، ولكن مجرد وقوفهم مع الظالمين أوجب النار له، حيث أكثر سواد القوم. لكني لم أرمي بالرصاص ولدك، بل كنت واقفا فحسب، بل كنت راكنا إليهم. والله يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهل مجرد وقوفي صامتا ركونا للظالمين؟ بل إن من باع إبرة إبرة لمن خاط ثوب طاغية كان من الراكنين إليهم وحفر معهم. لم تكن بيدي حيلة، بل كنت أطيع الأوامر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لقد كنت خائفا. الأولى أن تخاف من الله القوي الجبار. لقد كانت جميع بحثيا. لا، لم أنتمي أنا ولا عائلتي ولا الكثيرين من الأشراف لبعثكم. لقد أجبروني أن أكون قيادية. بل أنت من دفع الرشوة وحدث البعثيين أمثاله كي يتسلم مناصب بعثية. إذن سوف أتبرع، سوف أتبرع من الحزب. لا تستطيع، لا تستطيع. وإن فعلتها فلسوف تعود يوما قياديا في بعثك. هذا مستحيل، فنحن أصحاب مبادئ. هذا أكيد، هذا أكيد، فقد فعلها سيدك البكر عام 63 إذ تبرأ من الحزب، وبعد 5 أعوام عاد ليكون الأمين العام لبعثكم العفن. أليس لنا من مصالحة؟ مصالحة؟ مصالحة من مع من؟ مصالحة الجلاد مع الضحية، مصالحة القاتل مع المقتول، مصالحة السجان مع المسجون، مصالحة من مع من؟ يا ويلي، لم تترك لي طريقا أتركه. لا والله، إن حط من أنفسنا بقدركم ولن نعاقبكم بمثل ما عاقبتمونا. لكم أن تعيشوا في البلاد على أن لا تتسلموا مناصب قيادية. لماذا الاكتفاء؟ فقد حكمنا البلاد عقودا ولنا الخبرة. خبرة؟ أي خبرة تعني؟ خبرة المقابر الجماعية؟ أم خبرة القتل؟ أم خبرة الإرهاب؟ خبرة قطع الأيدي والأرجل والألسن؟ أي خبرة تعني؟ وما الفائدة من اجتثاثنا؟ في اجتثاثكم لقاح فعال يجنب الإنساني الوقوع بهذه الأوبئة والأمراض التي ملأتمونا بها. ولا ما هو الحل؟
ثانية ما مبتغاك من مباركتي؟ أنت آخر من أبصرت عيني. لا ملاذ لك أو مفر أو متنفس من ضيق الخناق. ابتعد عني، ابتعد عني، ابتعد عني. متى باب سامي الإصغاء إليك؟ من المعلوم أن لا يصغي القاتل إلى ضحاياه. لو أطعتني، لو أطعتني، لو أطعتني لما نالك الموت. لست بحاجة لأقتنص منك حياة، لم أجد في موتي فناء بل في قتلي خلود، فأنا من اقتحم الموت قبل أن يقتحمني. عيشك في السجون وتعذيبك والتضييق على أهلك في معاشهم، كل ذلك لم يدس عيبة الموت عن صدرك. بل عشت في دناكم فارسا وترجلت عنها شهيدا. تاب إلا أن تقوض مجدي وسلطاني، تاب إلا أن تقوض مجدي وسلطاني، تاب إلا أن تقوض مجدي وسلطاني. أي مجد؟ أي مجد؟ أي مجد هذا الذي رغبت صعود إليه فوق عظام وجماد من الأبرياء كأنما تسلق شجرة عالية واهنة؟ كلما علوت ازداد ظلمة سقوطك. بعد اعتابك وتضييق جثتك والتضييق على اهلك في معاشهم لم يبقى لي سلاح لشرب وجه هذا العنفوان. حبس اهلي ومحاربتهم في سبل عيشهم اثار بركان اخر للاعلان عن جريمتك. كنت واحدا واصبحت شابا. كيف الاعلان؟ كيف؟ لقد قطعت عن السندويك وفقعت عينهم. وإن فعلت فدموع أهلي التي اجتازت جروف عينهم كافية لإيطال الرسالة الدمية إلى مبتغاها. أهلك، أهلك الذين لم يجدوا لك قبرا يزار ولم يستطيعوا حتى تكفينك. وانشحت بخيوط الحرير والدف كبلا. بل سكنت في قلوبهم وانشحت بخيوط الحرير والدف كبلا. بل سكنت في قلوبهم وانشحت بخيوط الحرير والدف كبلا. بل سكنت في قلوبهم وانشحت بخيوط الحرير والدف كبلا. وانشحت بخيوط الحرير Oh!
Thank you.
كما قلت، لكنه في هذا العمل وضع النقاب على الأحرف. اليوم ما الذي رأينا فيه واستعنا فيه عن ولاة الشهداء؟ وهذا اليوم هو تمجيد للشهداء، لجميع شهداء العراق وشهداء وجميع شهداء العالم. لقد متعنا هذا العمل الجبار إخراجا وتأليفا وتقديما وتمثيلا، حيث امتزجت دموعنا مع دماء الشهداء، وأصبحت أرواح الشهداء ترفرف علينا في هذه الأجواء، الأجواء التي ذكرتنا بأيام الشهيد وبأيام ظلم عوائل الشهداء. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا أن نرى مثل هذا اليوم، هذا اليوم المجيد الذي يعيد علينا البسمة على وجوهنا، ويجعل أيدينا تمسح على رؤوس أولاد الشهداء. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين الحاج فرات حسين الشمري، وشكرا. الشهيد هذا الذي نهض من الرمال ليعلن تحيه تحديه الجميع.